والله وهلت والله وهلت والله وهلت والله وهلت والبركات في البيت حلت في البيت حلت والبركات في البيت حلت في البيت حلت الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبوا هتهون والله وهلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير، وأهلا وسهلا بحضراتكم كل السيدات وكل الأنسات كل البنات وكل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعدة بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنة منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد. هنا بإذن الله تعالى هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد إن ده أكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة. يمكنكم التواصل عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، حيث نقوم بالإجابة على الرسائل فور وصولها إلينا في معظم الأوقات. في الحلقات السابقة اتكلمت مع حضراتكم عن عامل جديد يثار ويشار إليه بأصابع الاتهام بأنه من الأسباب المسببة لحدوث التصاقات الحوض نتيجة أو التصاقات البطن والحوض نتيجة لفتح البطن المتكرر. من المعلوم سابقا ومن المعلوم بالضرورة أن عمليات فتح البطن يتبعها حدوث التصاقات، والالتصاقات هو نسيج غريب لم يكن موجودا من قبل ومن خلقة الله، أدى إلى أن يمسك عضوين أو جزئين من الأمعاء أو من تجويف البطن في بعض، امسكهم بنسيج جديد يسمى هذا نسيج التصاقي، وهذه الالتصاقات تؤثر بالسلب على التشريح والوظيفة بتاعة الأعضاء اللي موجودة في البطن والحوض، ولكن قد تؤثر على الأعضاء وعلى الوظيفة وعلى التشريح. إذا كانت شديدة بالنسبة للأمعاء ممكن تؤدي إلى انسداد في الأمعاء، لكن في الأغلب هي لا تؤدي إلى ده. لكن حتى لو الالتصاقات دي بسيطة بالنسبة لأعضاء الحوض، وأعني بها الأنابيب قناتي فالوب العضو المهم الحساس لحدوث الحمل، لأن تخصيب البويضة يحدث داخل تجويف قناة فالوب، وقناة فالوب موكل لها وظيفة أن تقوم بالتقاط التحرك والتقاط البويضة ثم دفع الحيوان المنوي إلى تجويفها ومكان للتخصيب والتقاء البويضة بالحيوان المنوي. فإذا حدثت التصاقات في الحوض حتى لو بسيطة قد تؤثر بالسلب على الأنابيب وعلى وظيفتها وبالتالي فرص حدوث الحمل. وبالتالي عرف الأطباء منذ قديم أن فتح البطن يؤدي إلى حدوث التصاقات ويزيد من نسبة الالتصاقات، وبالتالي يقلل من كفاءة الأنابيب وفرص حدوث الحمل منها ووظيفتها وأدائها الوظيفي. وبالتالي يجب على كل سيدة ترغب في حدوث حمل أو تنظر مستقبلا لحمل، آنسة ما اتجوزتش لسه، ست اتجوزت ولسه ما خلفتش، أن تتفادى فتح البطن قدر الإمكان، خاصة في عمليات الحوض، خاصة في عمليات الحوض التي لها علاقة بأمراض نساء، خاصة أنه مع التطور الحديث لتقنيات الجراحة وجدت جراحة المناظير، ومعظم عمليات الحوض ومعظم عمليات أمراض نساء يمكن إجراءها عن طريق المنظار دون فتح البطن، والمنظار هو أقل الجراحات إحداثا للالتصاقات، وبالتالي له الأولوية عندما يكون هناك جراحة في الحوض، خاصة في سيدة تفكر في حدوث الحمل دون فتح البطن لتفادي حدوث التصاقات. والأسباب إن بيحصل التصاقات أسباب عديدة بفتح البطن، يعني أسباب عديدة زي ما قلنا، منها المانيبوليشن الإمساك المستمر بأعضاء الحوض، منها الإكسبوجر إنها بتبقى معروضة ومكشوفة لضوء العمليات ولجفاف غرفة العمليات، وده يؤدي لحدوث التصاقات. لكن العامل اللي ناقشت حضراتكم فيه واللي ابتدى يشار له بأصابع اهتمام شهيرة هو عامل البودرة الجراحية اللي موجودة على القفازات الجراحية التي يرتديها الأطباء،
وشرحت لحضراتكم في الحلقة الماضية لماذا يجب أن تكون هذه القفازات فيها البودرة دي عشان الدكاترة يقدروا يلبسوها. وإحنا معانا صورة كده، إذا كانت الصورة جاهزة في أي وقت نقدر نشوفها فنقدر نوري حضراتكم إيه اللي بنعنيه بالظبط بالبودرة الجراحية. البودرة اتوجدت على القفازات الجراحية عشان الدكاترة يقدروا يلبسوا الجونتيات بسهولة. البودرة بتركيزها العالي أدت إلى مشكلتين. مشكلة للأطباء بتعمل التهابات في إيدهم، ومشكلة للمريضات اللي هنتكلم عليها. ده المنظر اللي قدام حضراتكم، منظر القفازات الجراحية. الحقيقة لما بتتلبس بيبقى فيه صعوبة في لبسها، فكانوا زمان الأطباء يحطوا كمية بودرة كبيرة على إيدهم عشان يقدروا يلبسوا القفازات دي. حاليا القفازات هي بتيجي فيها بودرة في ذاتها. البودرة دي عمالين كل سنة وكل فترة نقلل من تركيز وكمية البودرة، عشان اكتشفنا ان الحركة اللي حضراتكم شفتوها دي، ان الاطباء لما ينثروا هذه البودرة داخل تجويف الحوض ده يؤدي الى ان الصورة قدام حضراتكم، ده يؤدي الى التهابات في الحوض، حساسية في التجويف البريتوني، وهذا يحدث التصاقات. كمان البودرة دي مشهور عنها وثبت بالدليل القاطع انها بتحدث التعرض المستمر لغشاء البريتون ليها اورام غير حميده في الحوض. وقلت لحضراتكم ان في شركه شهيره جدا من منتجات الاطفال دفعت غرامات ماليه تقدر بملايين الدولارات بعد ما اثبتت الابحاث الطبيه ان بودره التلج تحتوي على مركب وصوله الى تجويف الحوض قد يزيد من نسب حدوث التصاقات، ومش بس كده، وأورام غير حميدة خاصة في المبيض. وفي ارتباط وثيق الآن بفتح البطن المتكرر نتيجة للبودرة الجراحية، أو اللي الستات ما تعرفوش والعادة المصرية واللي في سيدات الشرق الأوسط الشهيرة إنهم وضع بودرة التلك بين الفخدين لتقليل الاحتكاك، خاصة السيدات عندنا ممتلئات في منطقة السفلى وفي منطقة الفخذين والاحتكاك هنا بيبقى عالي. وضع بودرة التلك على منطقة الحوض على منطقة ما بين الفخدين يثير إن وصول بعض الذرات دي من بودرة التلك إلى داخل المهبل ثم إلى الرحم ثم إلى الأنابيب ثم لتجويف الحوض، ويزيد من نسب حدوث أورام غير حميدة في الحوض. فيجب تفادي التعرض المستمر للبودرة دي سواء على منطقة الحوض بين الفخذين أو داخل العمليات الجراحية بتكرار فتح البطن. وهذه البودرة واحد من الأسباب لإحداث التصاقات الحوض في عمليات فتح البطن المستمرة. عشان كده كل الجراحات التي يمكن إجراءها بالمنظار ويجب تفادي فتح البطن ويكون المنظار له الأولوية لتقليل نسب الالتصاقات، وواحد من أسباب الالتصاقات البودرة الجراحية دي زي ما قلت لحضراتكم في عدة حلقات سابقة. ناخد الاتصالات اللي معانا، نبتدي كده بأول اتصال. اتفضلوا. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، اتفضلوا. أنا هتكلم في ثلاث نقط سريعة كده، وأتمنى أن تكون حضرتك معلقا بعد ما أخلص. أول نقطة التاموكسيفين كدراجو في انتي اي 2 في ظل وجود الكلموفين سيتريت والاروماتيز انهبيتور والليترازول، وخاصه في حالات الاندوميتريوسيس. النقطه الثانيه الاندوميتريوسيس الستيج 3 والستيج 4 اللي فيهم اندوميتروما، في ميت اناليسيز اتعملت في شهر 1 سنه 2019 قالوا ان الاندوميتروما السيتكتومي بتعمل ديكريز الاوفريان ريزيرف على ال 1 اوفر 39%، ولما كل الاندوميتروما السيتكتوم على ال 2 اوفري بتعمل ديكريز في الاوفريان ريزيرف بنسبه 58%. حضرتك عارف ان الحاجات دي بتبقى بوردر لاين في الام اتش، فده بيدينا بور اوت كام. الكلام دوت حوالي نسبه كبيره من اطباء الاكس دلوقتي بيرددوه ان الحالات ديت التريتمنت بتاعها الاول وفي الاخر بيبقى الالترا لونج بروتوكول، حاله ان بندخلها اكسي وممنوع نعمل لابروسكوبك سيرجي الا لو كان في فروزن بلفز او هيدي سالدنس. النقطه الثالثه الاندوميتريوسيز الستيج 1 والستيج 2، حضرتك عارف انها بتعمل انفرتيلتي عن طريق ديكريز موتيليتي انكريز بروتينوي فلويد فاليوس هادوز اوف سبير. لما تيجي الكيس تكون فيها البي ار البروجريسيف موتيليتي تحت ال 32% ما ينفعش نعمل ايفوليشن اندكشن كده، المفروض ان يحصل سوبر ايفوليشن زي الاي اي از مانداتري. يعني الحالات دي كلها لازم يبقى الاي اي من اول محاوله عشان خاطر ال 32% في دم البروجريسيف. شكرا حضرتك. أولاً أنا هعلق على الجزء الأخراني.
لا الكلام ده مش دقيق، بتاع ان لما يبقى حركه الحركه السريعه عند الزوج اقل من 32% تبقى 30 تبقى 25%، ده راجل ما ينفعش يحصل منه حمل بصوره طبيعيه. لا ده كلام مش مظبوط، لان تحليل السائل المنوي من التحاليل اللي ينظر ليها نظره كاميوليتيف، نظره اجماليه، ما يجبش ان يجب النظر الى تحليل السائل المنوي سطر سطر. واحد يقول كده ده مكتوب المعمل الطبيعي 32% والراجل ده الحركه عنده 29% يبقى هنا عنده مشكله، او 25% ده عنده مشكله. لا، ما هو الحقيقه الحركه السريعه عنده قليله عن المثالي، لكن هو مثلا عنده عدد 70 مليون 80 مليون، وبالتالي الوفره في العدد كبرت القله في الحركه. ففي حاجه اسمها السيمن اندكس، المعامل بتاع السائل المنوي، ما هواش ينظر لتحليل السائل المنوي حركه حركه، خط سطر سطر. نمره 2، ان تقنيه الاي او اي التلقيح الصناعي اساسا تقنيه نسبه نجاحها قليله، هي مفيده أكثر في الناس اللي عندهم ضعف في العدد أو الحركة، لكن هي أساساً نسبة النجاح فيها قليلة، وبالتالي لا يجب أن تكون خط العلاج الأول للناس اللي عندهم ضعف في العدد أو الحركة، لأن ناس كتير عندهم ضعف في العدد أو الحركة بسيط قد يحدث حمل بصورة طبيعية، لأن السائل المنوي في عوامل تانية كتير، منها الكمية ومنها الحركة ومنها الحركة السريعة ومنها المورفولوجي، وبالتالي السائل المنوي بتبصلوش خطوة خطوة، وتقنية التلقيح الصناعي تقنية مش عالية نسب نجاحها. نمرة 2، بالنسبة للبطانة المهاجرة، الأكياس الدموية اللي على المبيض اللي بيبقى حجمها صغير، في المرض بيؤثر على مخزون المبيض من البويضات، صحيح، والجراحة للمرض ده تؤثر أخرى على مخزون المبيض، صحيح. عشان كده في منطقة ديبيت، في منطقة خلافية بين الأطباء، إن إذا كان في أكياس دموية يعني كيس شوكولاتة من مرض البطانة المهاجرة حجمه أقل من 2 سنتي، ففي مدرستين، مدرسة بتقول نعمل جراحة ومدرسة بتقول لا الجراحة قد تقلل المخزون ونروح مباشرة للحقن المجهري. هنا في ديبيت، في اختلاف لما يكون حجم الكيس 2 سنتي فيما أقل، لكن إذا كان الكيس الدموي حجمه 3 سنتي فيما فوق مفيش ديبيت، مفيش اختلاف، اللجوء للجراحة حتمي، لأن ترك الأكياس الدموية دي سيدمر مخزون المبيض، وأن يجب التعامل معها جراحيا، لأن وجودها بالحجم الكبير ده سيمنع المبيض من إنتاج بويضات، أو إذا كان في عوامل أخرى زي التصاقات الحوض أو لكن في منطقة خلافية في الأكياس اللي حجمها صغير، لكن مفيش خلاف لو الأكياس حجمها كبير. اما البطانه المهاجره ستيج 1 و2، ناس بتقول انه لا يمنع حمل، وناس بتقول انه يمنع، وناس بتقول انه بيقلل المخزون، وده بقى من المتعارف عليه ان مرض البطانه المهاجره تركه يؤثر بالسلب على مخزون المبيض من البويضات وعلى كفاءه البويضات وفرص حدوث الحمل. الحقيقه الجزء الاولاني من الكلام حوالين ادويه تنشيط التبويض ما وصلنيش بوضوح، الصوت كان مشوش كده فانا مش قادر اجاوب عليه، سمعت يا دوب اسامي الادويه لكن ما عرفتش السؤال على ايه يعني. طيب هل معانا اتصال اخر؟ اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا ام كريم متجوزه من 8 سنين. اول حمل حصل بعد سنه ونص، فحصل اجهاض يعني كان عمره شهرين. فبعد كده بعد الاجهاض بسنه حصل حمل ثاني اللي هو ابني كريم، هو دلوقتي عنده 5 سنين. ربنا يخليهولك. وكان الاطباء قالوا ايه السبب في ان الحمل اتاخر سنه ونص، وايه السبب ان الحمل ما حصلش الا بعد فتره وانتهى باجهاض، وان الحمل اللي بعده اتاخر سنه كمان، ايه الاسباب في التاخر ده والمشاكل دي؟ مش عارفه، اول سبب هو كان المشكله كانت عند جوزي في ضعف في الحركه في الحيوات المنويه. تمام، ضعف الزوج، ضعف الحركه قد يسبب تاخر الحمل، لكنه يقينا ليس سبب للاجهاض، وبالتالي حضرتك يبدو ان عندك مشكله انت كمان. ماشي، هو الاجهاض هو كان فيه مش عارفه فيروس او حاجه زي كده، فهو اللي خلى يعني بعد ما الجنين نزل انا عملت تحليل فلقيت في فيروس في الدم او حاجه زي كده مش فاكره. طيب هذا ما قالوه لك وهذا ليس صحيحا. وهذا كلام اتلغى من الطب من اكتر من 20 سنه ومفيش حاجه اسمها كده فيروسات سبب للاجهاض، وبالتالي طيب هو ما قيل لحضرتك ليس طبا ولا علما. ماشي يا دكتور، ماشي. هو دلوقتي بعد ما حصل اجهاض بعد سنه ونص، يعني بعد ما حصل اجهاض بعديها بسنه حصل حمل فخلفت ابني كريم، هو حاليا عنده 5 سنين، وانا دلوقتي من ساعه ما خلفته الخمس سنين دول ما خدتش اي وسيله منع حمل، فمش عارفه انا من 10 شهور عملت منظار بطني ورحمي علشان اكتشف لو في سبب او حاجه، رغم المنشطات اللي كنت باخدها وكده
فلغايه دلوقتي مفيش اي حمل حصل، والدكتور قال لي ان كان في انبوبه معلقه وكان في التصاقات حوالين الانابيب واحنا صلحنا ده كله، وبرغم كده برضه ما حصلش حمل. وهو لحضرتك لما قال لك ان في التصاقات بسبب الولاده مظبوط؟ ايوه تمام الولاده. عظيم. وقال لحضرتك ان دلوقتي احنا ازلنا الالتصاقات تمام؟ ايوه. فحضرتك دلوقتي فاهمه انك طبيعيه تماما صح؟ ده اللي واصل لك. ايوه. طيب حضرتك ده كلام مش مظبوط، ان دكتور يخش يشيل التصاقات بالمنظار نسبه انه ينجح في انه يستعيد الانبوبه لوضعها وشكلها الطبيعي ما بين 30-50%. تمام؟ يعني في 50% الدكتور يدخل وما يعرفش يرجع الانبوبه لوضعها الطبيعي. طب اللي رجع بقى، الدكتور قال لي انا رجعتها فل زي حضرتك كده، هذا ما قيل لك، فرص انها تحمل قد ايه؟ 30%. فرص انها تحمل قد ايه؟ 30%. فرص انها تحمل قد ايه؟ 30%. حضرتك انا لا اسال عن ده، من يسال عن ده هو من راى حضرتك بالمنظار ومن قال لحضرتك. تمام؟ تاني كده، فرص حدوث الحمل بعد جراحه لحل الالتصاقات بالمنظار كام في الميه؟ 30%. تلت الحالات، والتلتين ايه؟ مش هيحصل حمل، والتلت اللي هيحصل حمل دول هيحصل لهم امتى في الاغلب؟ خلال 6 شهور لسنه من المنظار. فإذا عدى سنة بعد المنظار وما حصلش حمل، نقوم نقول للست حضرتك في الأغلب من إيه؟ من التلتين اللي مش هيحصل، فحضرتك يجب اللجوء لإيه؟ حقن مجهري. مظبوط، حضرتك واضح إنك بتوطي صوتك في الكلام اللي مش عاجبك، زي عادة المريضات المصريات. نمرة 2، واضح إن حد قال لحضرتك الكلام ده بس أنتِ بتحاولي تتصلي بيا عشان تلاقي له مخرج. ها؟ اكلم حد يعني اكلم يعني دكتور على قناه كده، فانا ما مصدق ده. انا بس انا ما بقولش على ده، بقول ان المفروض ان هيتلاقي تقرير المنظار لو حضرتك عامله منظار له تقرير، لان للاسف الشديد في المنطقه اللي حضرتك منها في مصر المناظير بتتعمل وبلا اثبات لا سي دي ولا تقرير، لكن لو في تقرير مكتوب هتلاقي تقرير المنظار، اي تقرير منظار هتلاقي مكتوب كده كان في كذا وكذا وكذا وعملنا كذا، والست دي تاخد محاولة لحدوث الحمل 6 شهور بعد المنظار، فإذا لم يحدث حمل يجب اللجوء للحقن المجهري. دي الجملة الشهيرة التي يختتم بها تقرير أي منظار، أكن الأطباء عارفين وهم بيكتبوا تقرير المنظار أن هناك فرص ألا يحدث حمل. تمام؟ تمام. وبالتالي حدوث الالتصاقات ها ماله؟ حدوث الالتصاقات عامل مؤثر بالسلب على الأنابيب وكفاءتها، حتى لو استعدنا وضعية الأنبوبة بتظل الأنبوبة الأهداب الداخلية بتاعتها قد تتأثر وقد لا يحدث حمل، وبالتالي لا يجب إيهام أي سيدة إن إحنا عملنا منظار رجعنا وضعية الأنابيب لطبيعتها إنها كده بقت طبيعية تماما. فالطبيعي والممتاز واللي فيه أعلى فرص هو خلقة الله سبحانه وتعالى، وعندما يحدث خلل فأي محاولة لاستعادة الوضعية تمام؟ قد لا تستعيد الوظيفة، وبالتالي قد لا نستعيد كفاءة الأنبوبة بنفس كفاءة وخلقة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فرص حدوث الحمل بعد جراحة حل الالتصاقات حوالي 30%، معظمهم خلال 6 شهور لسنة، فإذا مرت الفرصة دي الفترة دي يبقى الفرصة الأعلى في اللجوء للوسائل المساعدة. تمام؟ وطبعا في نقطه كمان عايز الفت نظر حضرتك ليها، حضرتك قلت ما خدتش اي وسيله منع حمل وخدت منشطات كتير ومحدش قال لي اعملي منظار الا بعد 4 سنين من بحثي عن حمل، هذا تاخر واضح، وحضرتك من ستي تقولي ان خلال الفتره دي طلبوا مني اشعه الصبغه وقالوا لي اشعه الصبغه ممتازه على فكره وسالكه، وطلع الكلام اللي اتقال ده ليس حقيقي، لما اتعمل منظار اكتشفوا ان فيه التصاقات، لان اشعه الصبغه لا ترى الالتصاقات ولا تشخصها، وبالتالي كانت أشعة الصبغة مطلوبة بس ما كانش مطلوب إن حد يوهم السيدة إن الأشعة اللي بالصبغة لما تبقى الأنابيب سالكة ده معناها إن مفيش مشكلة، لأن الأشعة اللي بالصبغة ترى الأنابيب مسدودة ولا لأ، ودي بتراها بكفاءة عالية جدا، ففي حالة حضرتك قالوا الله ده الأنابيب سالكة، بس طلعت الأنابيب اللي سالكة دي محاطة بالتصاقات وفي وضع غير طبيعي، وهذا لا ترى الأشعة اللي بالصبغة ولا يرى للمنظار، وبالتالي كان مطلوب يتعمل الأشعة اللي بالصبغة مثلا في شهر يناير، فبعد 3-4 شهور ما حصلش حمل يجب عمل منظار.
حضرتك حصل تأخر وتراخي في الخطوات، لا الأشعة اللي بالسابقة طلبت في ميعادها، ولا الكلام اللي قيل عليها كلام حقيقي وطبي، ولا المنظار جه في ميعاده، ولا الكلام اللي اتقال بعد المنظار هو الكلام الحقيقي. وإذا كان لم يحدث حمل بعد جراحة حل الالتصاقات، يجب يكون في سي دي للمنظار نشوفه عشان نراجع قسوة الالتصاقات وشدتها وإزالتها. وإذا لم يحدث حمل يجب التفكير في اللجوء لوسائل المساعدة زي الحقن المجهري. معانا اتصال تاني؟ كنت قلتولي ندى، اتفضل. اتفضل يا ندى. اتفضل يا ست. طيب، وبالتالي عايزين نخرج كده بقواعد. القاعدة رقم واحد أن أي جراحة لفتح البطن ومنها القيصرية قد يحدث بعدها التصاقات. قاعدة رقم اتنين، أي تأخر للحمل في سيدة أجرت جراحة سابقة بفتح بطن ومنها القيصريات، يجب الشك في الأنابيب أنها سبب من الأسباب الشهيرة لتأخر الحمل. ثلاثة، تقييم الأنابيب بالأشعة اللي بالصبغة، والأشعة اللي بالصبغة ليست يقينية وليست قاطعة. الأشعة اللي بالصبغة بيتقال في حتت كتير في مصر الأنبوة بتاعتك كانت مسدودة وأنا سلكتها بالأشعة اللي بالصبغة. الأشعة اللي بالصبغة ليست عمل علاجي، لا بتسلك ولا بتزيل أي مشكلة. الأشعة اللي بالصبغة صورة تصور حالة الأنابيب. الأنابيب كويسة يبقى هي كويسة، مش كانت مسدودة وأنا اللي سلكتها لك، ولولاش فضلي عليكي وإن أنا طلبت منك الصبغة دي ما كانتش سلكت. تمام؟ الأشعة اللي بالصبغة ليست عمل علاجي، هي عمل تشخيصي تصوير. والأشعة اللي بالصبغة بتبين الأنابيب نافذة أم لا، وليست كل الأنابيب النافذة معناها أنها طبيعية، لأن الأنابيب النافذة قد تكون محاطة بالالتصاقات، ووجود الالتصاقات يعوق حركة الأنابيب، والالتصاقات لا تدركها الأشعة اللي بالصبغة ولا يمكن إدراكها يقينا إلا بمنظار، والمنظار له دور لتشخيص الالتصاقات ومشاكل الحوض في حالات تأخر الحمل لفترات طويلة وعلاجها. وليس كل منظار اتعمل واتقال إن أنا بعده أزلت التصاقات معناه إنه هيحدث بعده حمل، في فرص حدوث الحمل لا تزيد عن 30%. معانا اتصال تليفوني آخر. تفضلي يا امان. تفضلي. قالي دكتور لو سمحت يا دكتور، انا متجوزه من 5 سنين وما حصلش حب فتره ال5 سنين دي، ما حصلش حمل. ايوه. فرحت للدكتور طلب مني اشعه الصبغه وطلب مني التحاليل بتاعت الهرمونات. ايوه. بعدين لحد دلوقتي ما حصلش حمل. يا مدام ايمان، حضرتك بتتحدثي بطريقه المريضات المصريات. بص، وطلب مني أشعة بالصبغة وعملتها، وطلب مني سونار وعملته، وطلب مني تحاليل وعملتها. مش القصة إن عملتها، طلب تحاليل للهرمونات بينت كذا، أظهرت كذا، قالوا لي على نتيجتها كذا. عملت الأشعة اللي بالصبغة قالوا عنها كذا، قالوا إن فيها مشكلة أو قالوا إن ما فيهاش مشكلة. مش القصة إن ده تشيك ليست، إن أنا حاجات أنا خلاص دول عملتهم، كون إن عملتهم معناه إن أنا أنجزت خطوة. لا، عملتهم لقوا دول أعمال تشخيصية، فلما أعملهم لازم يترد عليا دي أظهرت إيه. الإشعة بالصبغة قالوا ما فيهاش حاجة كويسة، أنا بيبسلك وما فيهاش حاجة. تحليل للهرمونات قال ما فيهوش حاجة كويس، وكنت جوزي بيسافر السعودية. أيوة. هو وجوزي مسافر بتابع التبويض، هو ما قعدش، وكل ما اروح للدكتور يقول لي التبويض كويس، بس هو وقاعد بيدوني في منشطات، في ال5 سنين دي باخد منشطات. من قيمة أسبوع رحت لدكتورة قالت لي لا، ده انت عندك تكيسات مبايض وعندك بداية غدة. بداية غدة؟ بس بداية الغدة ما طلبتش مني أصل التحليل. وعرفتها منين طيب؟ كشفت على رقبتي وقالت دي عندك بداية غدة. طب هي عرفت من فين ان هي في بداية غدة طالما هي ما عملتش تحليل؟ عظيم، لقت الغدة الدرقية متضخمة، وتضخم الغدة الدرقية اسمه في الطب جويتر، وليس بالضرورة ان يكون هناك مشكلة. ففي ستات عندها امتلاء في الرقبة نتيجة لتضخم الغدة واسمه تضخم فيسيولوجي، وليس بالضرورة ان يكون معه مشاكل في تحليل الغدة. لكن محدش قال لحضرتك بعد 5 سنين مفيش سبب واضح لتأخر حمل.
ان اعملي منظار، انا لسه ما قلتش، ان اعملي منظار عشان يبان السبب ايه؟ انا وجوزي بعدين جاي بعد شهر يعني، فانا لو عارفه يعني عاوزه لو عندي حاجه تعالج لها قبل ما يجي. تمام، ما هو ده تفكير منطقي، بس اللي ما بيفعل واللي بيقال مش هو اللي منطقي. وبعدين جوزي حلل وقالوا له التحليل بتاعك كويس وما فيهوش حاجه تمنعها. تمام، وحضرتك متعجبه كده بقى، وازاي ما كل الدكاتره بيقولوا ما فيش حاجه، وازاي ما يحصلش حمل؟ لا ده مفيش حاجة، مفيش حاجة تدعو للعجب، لأن في 10% من مريضات المترددات على عيادات تأخر الحمل هيتقال لهم أنت عندكم تأخر حمل مجهول السبب، ليس يظهر له سبب، وبالتالي مفيش سبب واضح ومع ذلك ما يحصلش حمل. وما بين 50-80% من السيدات دول إذا اتعمل لهم منظار هيبان سبب عدم حدوث الحمل. بس حضرتك كمان قلتي لي إن كل اللي اتطلب منك وعملت كل التحاليل وكل الاشعاعات، الكلمه اللي كل عيانه تقولها لي عشان تحطها في وشي كده، كل التحاليل عملتها مش كده؟ ايوه. طيب حد طلب من حضرتك تحليل لمخزون المبيض من البويضات؟ عملته وقال لي الدكتور كويس. طلع كام يعني؟ ما اعرفش طلع كام انا. طيب حضرتك يا ريت تبقي عارفه عشان نقدر نقيمه. نمره 2، إذا كان ما تقوليه حقيقي فهذا تأخر حمل مجهول السبب فيما يبدو، وإذا كان هناك تأخر حمل مجهول السبب فيجب عمل منظار قبل حضور الزوج، والكشف على رقبة مريضة لا يقول إن عندها مشاكل في الغدة. تمام؟ معانا اتصال تليفوني آخر. أسماء اتفضلي. دكتور عادل عامل إيه؟ الحمد لله. لو سمحت يا دكتور عادل، أنا متجوزة لي 5 سنين. ايوه. وبعد 5 سنين رحت للدكتور وعمل لي عمليه تكوسات على المبيض، عمل لي منظار بطني ومنظار رحمي. ايوه. وقال لي عندك تكوسات على المبيض. وهو ده ما كانش معروف قبل عمل المنظار؟ لا هو انا لما كشفت عنده قال لي هو معروف انك عندك تكوسات على المبيض، وبعد كده عمل لي منظار بطني ومنظار رحمي قال لي عندك تكوسات على المبيض. عندي نقطة واحدة بتاعت بطانة رحم مهاجر وقال لي وسمي كويس. معلش تاني عشان الصوت مش واضح. حضرتك تم تشخيصك انك عندك تكيسات، لكن أيوة. بقالك 5 سنين ما بيحصلش حمل فقالوا لك نعمل منظار، فاثناء عمل منظار لا انا بعد جوازي بسنتين عملت المنظار بطني ومنظار رحمي بعد جوازي بسنتين. وفي المنظار وجدوا ان في بطانة رحم مهاجر. نقطة واحدة زي 20 نقطة. حضرتك بتقولي نقطة واحدة عشان تفهميني ان قالوا لي دي حاجة بسيطة وان انا كويتها فانا خلاص طبيعية، فما تقوليش بطانة الرحم المهاجرة، ما خلاص راحت يا دكتور، مش ده اللي انت عايزة توصليه لي؟ لا وبعد كده يا دكتور راح الدكتور حولني عملت حقن مجهري. تمام. ليه بقى حولك تعملي حقن مجهري؟ لان النقطة الواحدة من البطانة المهاجرة اللي اتقال لحضرتك دي نقطة واحدة، دي تؤثر بالسلب على فرص حدوث الحمل وعلى ان ما يحصلش، وعلى ان لما اروح اعمل حقن مجهري فرص نجاح الحقن المجهري تبقى اقل من الطبيعي، وجوده وعدد البويضات بتاعتي تبقى اقل، ومخزون المبيض من البويضات يتاثر من النقطه الواحده دي، ده ممكن يعمل كل ده. المهم عملت حقن مجهري وبعدين؟ عملت حقن مجهري وعملت حقن مجهري رجع لي 3 بويضات وجمد لي 6. كويس. جمد لي رجع لي 3 وكانوا من الدرس اليوم الثالث كلهم يعني. المهم حصل حمل 5 اسابيع، بعد ال5 اسابيع رحت تعبت ورحت للدكتور راح قال لي ده حصل حزم من كثر الترجيع اللي انا رجعته بعد كده الحمل بتاعي نزل. بعد 3 شهور لا ثواني واحدة، ثانية واحدة، حضرتك الكلام ده أنا ما عديهوش كده. مفيش حاجة اسمها الترجيع أدى لإجهاض. هو بس مش عايز يقول لحضرتك ان ده حصل اجهاض، وده وارد في حالتك في الناس اللي عندهم تكيس مبيض واللي عندهم بطانه مهاجره. هو دايما في دكاتره يحبوا يجيبوا المشكله فيكي، تمام، انت اللي رجعتي، فترجيعك ده هو اللي نزل الاجنه اللي احنا كنا حاطينها وكانت حلوه خالص. طب يا دكتور انا لما رجعت قعدت ارجع من الساعه 1 لحد يبان الفجر وانا الرجل ترجع مستنيه. الف سلامه عليكي. المهم يا دكتور بعد كده راح الحمل نزل، بعدها ب3 شهور تيجي ترجع الاجنه المجمده. رحت بعدها ب3 شهور رجعت الاجنه المجمده راح ما حصلش منها حامل.
بعد جهتي راح ما حصلش منها حل، بتجلس عرج الاجنه المجمده عشان رحت ما رضيتش اروح ارجع. ليه؟ ما خفت لما يحصلش حمل كان. وارد يحصل وينتهي باجهاض، وارد يحصل ويكمل، محدش يعلم الغيب، ده وارد. هو حد قال لحضرتك ان الحقن المجهري ده نسب نجاحه 100% لما تروحي ترجعي الاجنه اكيد هيحصل حمل؟ وحد قال ان اللي بيحصل لهم حمل اكيد هيكمل؟ طب هو ما قلت يمكن الاجنه مش كويسه المجمده، وممكن تبقى كويسه، وممكن تبقى كويسه وما يحصلش. راح قال لي هو رجع لي الحمل على بطانه، رجع لي الاجنه على بطانه رحم ضعيف، بطانه الرحم عندي ضعيفه. اليوم ال 14 انا حللت لقيت بطانه الرحم طبعا. هي سبعة دي مش مثالية لكن ما هيش ضعيفة قوي، اللي بطانة الرحم بتاعتهم ستة فيما أقل لن يحدث حمل، ده كل الكتب بتقول كده، لازم البطانة تبقى فوق ستة، سبعة طبعا مش ممتازة، كل ما تبقى أعلى من كده كل ما يبقى أحسن. بس بعد اليوم ال 14 من الشريعة كانت طبعا. بعد البيت يا دكتور رحت عمل، رحت بعد البيت جوزي عمل تحليل سائل منوي، أول تحليل عمله كانت الحرقة 41. كان تحليل عمله وبعدها بشهرين ثلاثة كده راح التحليل اللي الحرقة 15. وارد، لأن الخصية دي مش مصنع بتطلع نفس النوعية ونفس الكفاءة كل يوم، تأرجح التحليل وارد. وبعدين؟ بعد كده راح عمل تحليل ثاني راح دي الحرقة 5. بعد كده راح الدكتور اللي هو متابعني راح حولنا على دكتور في مركز مصر للذكورة، الدكتور خالد. المهم رحنا القاهرة وراح جوزي عمل، راح كشف عليه، راح قال له عندك دوالي على الكتفين لازم انت تعمل العملية. طب انت ايه رأي؟ انا فعلت يا دكتور بصراحة من اللبس والدكاترة وكده، بصراحة انا مش عارفة نعمل ايه. اذا كان عنده دوالي عمل العملية قد يحسن من معايير السائل المنوي، وإذا بعد ما يتحسن معايير السائل المنوي ما حصلش حمل حضرتك ترجعي تاني تردي الأجنة المجمدة ويا رب يحصل منها حمل، وإذا ظل ما يحصلش حمل يجب تكرار محاولة الحقن المجهري. يعني أنت رأيك يا دكتور دلوقتي هو يعمل العملية ولا أنا أرجع الأجنة ده المجمدة؟ يعني مش تخصصي إن أنا أجيب هو يعمل العملية ولا لا، لأن أنا دكتور تأخر حمل بس تخصصي أمراض نساء، ودي حاجة محتاجة طبيب ذكور. لكن في حالتكم أنت حضرتك إذا كنت بتسأليني عشان يحصل حمل نعمل إيه؟ الأبدأ والأولى أن تروحوا ترجعوا الأجنة المجمدة، اللي أنا بقول لك هو من قبل ما ترجعها قد لا يحدث وبإذن الله يا رب قد يحدث، لكن مش معنى أنه ما حصلش أن القرار ترجيع الأجنة المجمدة كان خطأ، لأن الأجنة والحقن المجهري له نسب نجاح ما هياش بتزيد عن 30-35% في حالة فيها مثل هذه المعطيات. انت عارف يا دكتور انا لما رحت ارجع الاجنة المجمد عندي كل معروف للدكتور يقول لي لا بطانة الرحم ما زالت ضعيفة، بطانة الرحم ما زالت ضعيفة، يعني رجع لي الاجنة المجمد يعني كان خلاص فاضلين 3 ايام والدنيا تدور. يعني هو ينفع كده يعني انه رجع لي الاجنة وكنت خلاص على اخر الشهر؟ انا كنت عارفه يعني اعراض الدوره انها جايه وهو راح رجع لي الاجنه، يعني هو ولا غلط على كده؟ انا ما احكمش على اللي ما شفتوش، انا بحكم على ارقام ومعطيات اللي حضرتك بتقوليه. فحضرتك قلتي ان بطانه الرحم كانت 7 وانا قلت دي بطانه ما هياش مثاليه، ما هياش سيئه قوي بس ما هياش مثاليه، وطبعا كون ان البطانه تاخرت كده معناها ان الشهر ده كانتش البطانه كويسه. انا بس اجاوب على سؤالين لان انا بجاوب على حاجات عامه كده، ليه البطانه كانت سيئه؟ هذا من المشهور لمريضات التكيس ومريضات البطانة المهاجرة، المرضين دول بيعملوا ضعف في سمك بطانة الرحم ووارد ده. طب وده وارد لما اروح ارجع الاجنة المجمدة يبقى موجود؟ ايوه قد يتكرر الكلام ده وقد لا يتكرر، جايز يكون ده قدرا حصل كده. وفي ستات بنفضل نقول لهم شهر 2-3 على ما البطانة تتحسن، وفي ستات 5-6 شهور والبطانة ما تتحسنش، فنقول لهم طب انسوا الموضوع وبطلوا تجولنا وقعدوا في البيت كده شهر 2 ريحي نفسك والضغوط العصبية تقوم تحمل لوحدها. كل ده وارد، كل دي واردة الحدوث خاصة في المعطيات اللي حضرتك بتقوليها دي. هذه الأمراض التكيسات والبطانة المهاجرة وخاصة البطانة المهاجرة من الأمراض التي تضعف بطانة الرحم، ومن الأسباب المشهورة عن أن البطانة المهاجرة لا تسمح بحدوث حمل أن تكون بطانة الرحم ضعيفة. البطانة الضعيفة فرص حدوث الحمل معها قليلة حتى لو كانت الأجنة جيدة، البطانة الضعيفة يجب تحسينها، إذا فشلنا في تحسينها نأجل نقل الأجنة المجمدة لشهر آخر ومحاولة أخرى تكون فيها البطانة أحسن وبالتالي يكون فيها فرص حدوث أعلى للحمل. الوقتي في مشكلتين ظاهرتين، مشكلة إن الزوج تحليله مش كويس أو بيقل معدلات الحركة فيه، مشكلة تانية إن أنا ما بيحصلش حمل.
بس الحقيقة بعيداً عن المشكلتين دول في حل واضح أهو، عندي أجنة مجمدة، عندي فلوس مجمداها في البنك، إيه اللي يخليني أروح واسأل ده وده وأقول له سلفني أو شوف لي حل لمشكلتي وأنا عندي مال مجمد؟ فالأولى والأعقل إن أنا أروح أفك التجميد وأنقل المخزن ده، إن شاء الله يا رب يحصل حمل، ووارد ألا يحدث ووارد أن يحدث، لأن ما فيش حاجة في الشغلانة بتاعتنا نسبة نجاحها 100%، لم يوجد وغالبا لن يوجد إلا بقدرة الله وقدره سبحانه وتعالى. تفضلوا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. أنا بسمع حضرتك دايما في البرنامج وبشكر حضرتك على كل المعلومات اللي بتديها لنا، وربنا يزيدك علم ويبارك لك في أولادك وفي صحتك. امين يا رب. متشكر لحضرتك. انا كلمت حضرتك الحلقه اللي فاتت اللي قلت لحضرتك ان انا عندي تكيس مبايض وكانت الدوره عندي مش منتظمه وعندي 37 سنه وخسيت وحملت بعد ما عملت المنظار 8 شهور. تمام، لان الخسسان انا قلت لحضرتك عامل مؤثر جدا. ومجرد ما تفقدي 5% بتبتدي الهرمونات تتظبط، 10% من الوزن بيحدث استعاده للتبويض. تمام. وبعد ما دخلت التليفون حضرتك او المكالمه انقطعت، قلت اكيد قلت في التلفزيون ان شاء الله ربنا يكرمك، وعايزه تسال ان انت ربنا يكرمك بحامل ولا لا. تمام. انا حامل بالفعل يا دكتور دلوقتي. لو اعرف ازغرق. مبروك، الله يبارك في حضرتك. وفي المره الاولانيه عانيت واخذت منشطات شهرين بعد ما انا خسيت، يعني المرة دي حصل الحمل بدون اي منشطات. طب اسمحي لي ان انا اسمحي لي اوضح ده. هايل. اولا ده اللي حضرتك بتقوليه ده بيؤكد الحقائق، اصل الطب حقائق مبنيه على احصائيات. الستات كل ما يتقدموا في العمر وسنهم يزيد، يعني حضرتك سنك 37 سنه، ده السن بيزيد بيقلل فرص حدوث الحمل، بس بالنسبه لتكيس المبايض بيقلل درجه تكيس وشدته وعنفه. ده واحد. اتنين، ان حضرتك حصل حمل ولاده سابقه، الحمل والولاده والرضاعه السابقه اذا الست حافظت على وزنها بيحسن كتير في فرص حدوث الحمل تاني مره في مريضات تكيس. يعني بعض عندهم تكيس من درجه شديده مثلا محتاجين يعملوا منظار عشان يحصل حمل، يقوم عمل ده كانت درجه شديده قوي، لكن حمل ولاده ورضاعه ويظبطوا وزنهم ويحافظوا عليهم يحصل حمل بمنشطات بسيطة أو بدون، يعني الدرجة بتاعت المرض تبقى أقل. فاللي حضرتك بتقوليه ده هو اللي بيقوله الطب، أنا بفقد وزن بتحسن كتير، أنا فقدت وزن فحصل حمل أول مرة، أنا تاني مرة سني 37 سنة ده بيقلل درجة التكيس، اتنين أنا كمان خسست وزني فحصل حمل، ده المتعارف عليه. مبروك، ربنا يتمرك بكل خير. الله يبارك فيك. بس بص يا دكتور، عندي مشكلة، أنا كان عندي الغدة الدرقية من قبل الحمل وعالجتها، يعني من قبل ما أحمل الحمل الأولاني. تقصدي عندك انخفاض في نشاط الغدة الدرقية؟ كنت اخذ أليتروكسين 50. ايوه. يعني انا ليا حوالي شهر من بطلع ما اخذتوش. تمام. رأي حضرتك استمر عليه ولا اخذ ولا ايه؟ تعملي تحليل جديد لهرمون التي اس اتش وبناء عليه نحكم، بس في الاغلب مريضات ضعف نشاط الغدة الدرقية هيحتاجوا للتكملة عليه. مبروك. هي بتقول أنا عندي الغدة الدرقية، كلنا عندنا الغدة الدرقية، تقصد عندها مشكلة في الغدة الدرقية، مشاكل الغدة الدرقية، إما انخفاض إما ارتفاع في النشاط. إحنا قلنا دايماً وأكدنا إن مرض تكيس المبايض هو خلل هرموني في مجموعة من الاختلالات الهرمونية، في هرمونات كتير بتبقى ملخبطة معاها، من المشهور عنها ضعف نشاط الغدة الدرقية. الناس اللي عندهم ضعف نشاط الغدة الدرقية هذه المشكلة قد تزداد قسوة أثناء الحمل، وبيحصل مشاكل معينة تؤدي إلى أن الناس اللي عندهم ضعف في نشاط الغدة الدرقية احتياجهم للعلاج والاستمرار عليه يبقى أعلى. محتاجين نكرر التحليل، ويا ريت مع نهاية الشهر الثالث وبناء على التحليل الجديد استشارة طبيب غدة صماء في احتياجي للاستمرار على علاج النشاط تنشيط الغدة الدرقية ولا لا، والمدة قد إيه، لأن عدم علاجه بيؤثر بالسلب على الجنين حديث الولادة أحيانا. معنا اتصال تليفوني. ألو. تفضلي. ألو. تفضلي تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور أنا عايز نصيحة حضرتك لي. عينيا. أنا كلمتك من حلقتين يا دكتور، وأنا عندي 30 سنة وجوزي بيسافر السعودية ومعي ابن لي 10 سنين ما حصلش حمل. أيوه. فأخيرا يعني من كم سنة عملوا لي منظار بس من غير تحليل، وأنا حكيت لحضرتك على الكلام دي. وقلت لي أنت أكيد في خلل هرموني عندك ومش عارفة إيه، واللبن كان زايد عندي. أيوه. قلت الاحتمال منظار. انا دلوقتي يا دكتور عندي مشكله، انا جوزي بيجي 5 أشهر ونص بس الاجازه بتاعته. 5 أشهر ونص دي مش مده قليله، اللي يعني اللي تقول لي جوزي بيجي شهر وبيجي اسبوعين وبيجي شهرين دي اللي مده قليله قوي، 5 أشهر ونص دول مش مده قليله. اصل هو اول مره يا دكتور، هي
انا شرط عليه يجي المده دي احتمال يعني عشان العلاج. تمام، لان المده الكافيه لحدوث حمل ما بين 3 ل 6 شهور. تفضلي. انا عايزه نصيحه حضرتك، لو انت مثلا طلبت مني منظار ان شاء الله هتابع مع حضرتك انا بعد رمضان، فلو طلبت مني منظار حضرتك تكفيني يعني المده دي من اولها لاخرها علاج يعني بالمنظار؟ اولا مده 5 اشهر ونص مده تكفي. اتنين، لو طلبت اما نشوف هنطلب ولا لا بناء على اللي موجود، لكن بس احط قواعد عامه واجاوب حضرتك كده عشان نبقى بنجاوبش على حاجه. حاضر، اسمعيني من خلال التلفزيون. السيده اللي زوجها بيسافر عايزه تروح لدكتور تاخر حمل عشان يبقى عندنا براح، لان في ستات كتير قوي بتعمل غلطه. ايه؟ انا استنيت بقى لما جوزي جه وهو جاي بقاله اسبوعين وجيت لحضرتك، خلاص خنقتنا في المده المتاحه للعمل. لازم الست دي تروح للدكتور قبل دورتين او اكتر من حضور الزوج، عشان لو في اي خلل في الهرمونات هو يدوب دورتين دول المده الكافيه لان اي علاج يجدي. طيب النقطه الثانيه، الستات اللي محتاجين لعلاج مكثف هرموني، اللي عندهم خلل في الهرمونات، اللي عندهم ضعف التبويض، اللي محتاجين يعملوا منظار، مده قد ايه اللي يقعدها الزوج بعد العلاج ده او ضبط الهرمونات او عمل منظار عشان تبقى مجديه لحدوث الحمل؟ أقلها 3 شهور وأقصاها 6 شهور، زي ما قلنا دايما إن المعايير بتقول إن أعلى فرص لحدوث الحمل خلال 6 شهور من عمل المنظار. فإذا كان هيقعد 5 شهور ونص، أيوة دي مدة تكفي. 2، يجب الذهاب لطبيب تأخر الحمل قبل حضور الزوج بشهرين أو بدورتين على الأقل، إن شاء الله يبقى مجدي التعامل وتبقى المشاكل بسيطة وتبقى مجيته المرة دي والفترة اللي هيقعدها تبقى مجدية بإذن الله تعالى. دينا تفضلي. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، انا حاليا كنت بكشف عند حضرتك وقلت لي هعمل عمليه عشان عندي تكيسات وحاجز وفتق في الجرح القيصري. حاليا دلوقتي يعني انا جوزي سافر وحضرتك قلت لي مش هتعملي الا قبل ما جوزك ينزل بشهرين. ايوه. طب انا دلوقتي بعد الدوره بيجي لي التهابات، بس انا خسيت يعني عملت رجيم وخسيت ووصلت ل 61 كيلو دلوقتي، ومش عارفه بقى سبب التهابات ايه، وبيجي لي تقل في منطقه الحوض كده باستمرار، وبيجي لي ارسب بطني من فوق لتحت. تمام. بس مش عارفه ايه السبب. طيب، واحد على مريضات العياده للمره ال 150 الف الاتصال بالعياده. تمام. اتنين، هو حضرتك مريضة عندك ايه؟ عندي تكيس مبايض، اللي هو ايه؟ اللي هو مرض مزمن، اللي هو سببه ايه؟ سببه خلل هرموني. كويس؟ هذا المرض المزمن الذي لا يشفى من تبعاته الالتهابات المهبلية الفطرية، وهي مرض مزمن ولا يشفى. تمام؟ ده واحد. اتنين، ست عندها فتق في جرح القيصرية وهو ما يسمى نيش. نيش يعني ضعف في التئام جزء من جرح القيصرية أظهرته الأشعة اللي بالصبغة أو السونار ثلاثي الأبعاد، لما نعمل سونو هيستروجرافي يبان الكلام ده. طب النيش ده بيعمل إيه؟ بيعمل نقاط دم تنزل في نص الشهر في غير ميعاد الدورة. هذه النقاط حتى لو نازلة بإفرازات بسيطة تزيد من نسبة حدوث الالتهابات المهبلية. نمرة اتنين، النيش ده بيؤدي إلى أن يبقى فيه عرضة إن دم الدورة يخرج من هذا الثقب اللي في ضعف التئام جرح القيصرية إلى الحوض، وإذا حدث ده فهذا من الأسباب الشهيرة لوجود مرض البطانة المهاجرة، ومرض البطانة المهاجرة يحدث آلام وشكشكة في الحوض وأعراض كتير شبه بعض الأعراض اللي حضرتك قلتيها. نمرة ثلاثة، إن يجب الانتظار لحين عمل منظار لبيان بالظبط أصل المشكلة والالتهابات. حضرتك هتاخدي علاج فتتحسن وبعد فترة هترجع تاني، بس حضرتك قمتي قايلة كده أنا عندي التهابات مهبلية متكررة وبتتكرر عليا قبل الدورة بس أنا خسيت. تمام؟ مفيش علاقة مباشرة الحقيقة بين الجملتين، ده جزء وده جزء، لكن الالتهابات الفطرية زي مرض تكيس المبايض مرتبطين ببعض سواء بسواء، وكل منهم مرض مزمن ينضبط لكن قد لا يشفى. هل معنا اتصال آخر؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا دكتور أهلا بحضرتك. الله يبارك. دكتور أنا عندي زوجتي عاملة 4 قيصريات. أيوه. وعندها كيس على المبيض اليمين. أي.
وزنه يمكن تقريبا 180 جرام. بلاش وزنه، حجمه قد ايه بالسنتيمتر؟ حجمه 12 في 9، اخر تصوير قبل شهرين تقريبا. 12 سنتي. نعم. تمام. وكيس مائي ولا كيس جواه ايه؟ كيس مائي. مائي. طيب حضرتك السؤال ايه؟ ما حدش قال لحضرتك ان تعمل له منظار، خايفين يعملوا منظار عشان هي عامله اربع قيصريات قبل كده؟ مظبوط. ايه وخايفين قالوا لكم القيصريات المتعدده هتعمل التصاقات ودخول المنظار هيبقى بخطوره ما، فالافضل انها تعمل فتح بطن؟ نعم، فقالوا الافضل انها تعمل فتح بطن، وبصراحه ان احنا هنا في السعوديه وخايفين منه، فقلنا افضل نشوف دكتور يعني حضرتك لو تقدر تعمل لنا يا فندم المنظار، ما عندنا مشكلة احنا ننزل مصر. بص يا فندم، حضرتك من السودان الشقيق مش كده؟ اللهجة كده؟ نعم انا سوداني. اهلا بيك، نورتنا. بص يا فندم، فتح البطن المتكرر يحدث التصاقات، والالتصاقات دي قد تمثل صعوبة او مخاطرة في دخول المنظار، دي قاعدة عامة، لكن القيصريات غالبا الالتصاقات والمشاكل بتبقى فيها في الحوض، ودخلة المنظار بتبقى من السرة. ببساطة جدا الست دي بتيجي بنعمل لها سونار رباعي الأبعاد من الحوض، نشوف الكيس وحجمه وواو لأخره. نمرة اتنين نعمل نفس السونار من البطن، أول ما السونار من البطن يقول لنا منطقة البطن، منطقة دخول المنظار آمنة، لا توجد التصاقات ما بين الأمعاء وبين المنطقة العليا من البطن، هنقدر نخش بالمنظار ونعمل عملية بالمنظار ولو حجم الكيس 20 سنتي مش 12. تمام؟ ربنا بس يوفقنا. أيوة يمكن عمل هذا الكيس بالمنظار، هذا تخصصي وعملي، ربنا يوفقنا ونجيب ده ونقيم، بس تقييم جيد إن لا توجد مشاكل في منطقة دخول المنظار، و90% لن توجد مشاكل. ليه؟ لأن الجراحات السابقة اللي هي عاملاها جراحات قيصريات، والقيصريات جراحة يحدث منها التصاقات نعم، ولكن التصاقات في الحوض، بينما احنا خفنا من دخلة المنظار والمشاكل اللي تحدث منه في الدخلة الأساسية من المنظار اللي هي البورت الأول، اللي هو المنطقة اللي بيدخل فيها المنظار من السرة، لأن دي اللي بتدخل بدون رؤية، بنخش فيها عمياني. تمام؟ بندخل بالآلة. فإذا استبعدنا وجود التصاقات هنا دخلنا بالعدسة بتاعت المنظار، فإذا دخلنا بالعدسة شفنا، والتعامل مع التصاقات الحوض بقى ممكن. الإجابة نعم يمكن إزالة هذا الكيس بالمنظار. الإجابة يجب تعمل تدخل جراحي لهذا الكيس لأن حجمه كبير ولأنه مقلق الحقيقة بالحجم ده، والأفضل هو المنظار، ويجب تفادي فتح البطن قدر الإمكان، ويجب عمل فحوصات جيدة للتأكيد أن دخول المنظار يبقى آمن، وإن شاء الله نقدر نفيدكم في الكلام ده. زي ما حضراتكم شايفين بقى الوقت لما نيجي ننشر علم كده صحيح، نقوم نلاقي الناس بتتصل من السعودية ويقول لي احنا هنا قالوا لنا ان مش عايزين يعملوا منظار وعايزين يعملوا فتح بطن، طبعا لان هم في خوف من الدخول بالمنظار. تمام؟ وهذا خوف مشروع، والخوف ده له ما يفسره، والخوف ده يمكن تفاديه لجعل المخاطرة اقل ما يمكن. طبعا مفيش عملية جراحية بدون مضاعفات، ومفيش طبيب مهما كانت براعته ومهارته وتدريبه بدون مضاعفات، لكن في احتياطات عند اتخاذها تقل نسب هذه المضاعفات والمشاكل قدر الإمكان، زي ما جاوبت حضرتك كده. لكن لما ننشر العلم الصحيح ونقول إن فتح البطن هو أسوأ الحلول، وفتح البطن يبقى آخر الحلول، وفتح البطن يجب تفاديه، ويجب إن أي جراحة يمكن عملها بالمنظار، المنظار يبقى له الأولوية، يقوم ده المردود ان الناس تسمع تعي تفهم تبحث عن الامثل. وحضرتك تتصل بينا وتنورنا، وشكرا لحضراتكم السيدات والانسات. للاسف كالعاده الوقت مر بينا، ارجو نكون بالبشرى جينا، وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا، وباذن الله اجلكم في معادي بلا تاخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 يفضل لبيننا بشرة خير. الحملة دي نعمة وآيات، محتاج منا لرعاية، الصبر ما تعب وهتهون. خير والله وهلب، والله وهلب، والله وهلب، والله وهلب.
حلت والبركات.